السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من محطات مغاربية. كالعادة نحاول في هذه المجلة أن نستعرض آخر الأخبار التي شهدتها منطقة المغرب الكبير الأيام الماضية. اليوم سنتوقف مع ثلاث محطات. المحطة الأولى تونس. تونس، هل ستتشكل الحكومة؟ هل سترى هذه الحكومة النور قريبا أم هناك عقبات ما زالت أمام الحبيبة جملي رئيس الحكومة المكلف؟ المحطة الثانية ليبيا والحديث عن مؤتمر برلين. هل سيعقد هذا المؤتمر؟ هل ستنجح ألمانيا في تجميع الفرقاء الليبيين حول طاولة حوار؟ والمحطة الثالثة وملفنا الرئيسي اليوم، الجزائر، رئاسيات بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه السلطة، هكذا يرى العديد وهكذا يخالف الشارع هذه الإرادة. على كل هذه ملفات اليوم المحطات مغاربية، فأهلا بكم. إذن إلى تونس، وبعد تكليف رئيس الحكومة الجديد لحبيب الجملي بتشكيل الحكومة لعرضها في الآجال الدستورية، يعني قبل بعد شهرين من تاريخ تكليفه، لا زالت المفاوضات والمشاورات بين الفرقاء السياسيين والكتل البرلمانية تقريبا في نفس المكان، إن لم نقل في دائرة صفرية. إلى حد الآن لا توجد أسماء معينة لشخصيات بذاتها في حقائب وزارية، وإلى حد الآن هناك خلافات كبيرة خاصة حول بعض الحقائب الوزارية المهمة والسيادية كالداخلية والعدل والمالية. للحديث في هذا الموضوع معنا من تونس السيد بولبابا سالم، كاتب ومحلل سياسي. أستاذ بولبابا أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكل متابعي قناة الحوار وبك أخ محمد. أهلا بك أستاذ بولبابا. إذا في تونس رئيس الحكومة الجديد المكلف الحبيبة جملي إلى حد الآن فتح قنوات اتصال مع العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية، وفي نفس الوقت الكتل البرلمانية والأحزاب تتشاور تتفاوض، ولكن لم نرى إلى حد الآن الدخان الأبيض كما يقولون. نعم، شكرا لك. صحيح، هو الأسبوع الأول تقريبا قضاه رئيس الحكومة المكلف السيد لحبيب الجملي في إجراء مشاورات تقريبا مع أغلب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحتى الجمعيات، وأراد ربما رصد واقتراب الآراء والمواقف حول التصورات التي يحملها هو للحكومة الجديدة. ولكن بعد هذا الأسبوع الأول يبدو أن نهاية الأسبوع تقريبا شهدت صعود الدخان الأبيض كما يقال، أو كما ذكرت أنت محمد، هناك تقدم مثل ما صرح هو بذلك يوم أمس، هناك تقدم في المفاوضات والمشاورات، وهذه المفاوضات والمشاورات وهذا التقدم نراه خاصة في مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تقريبا ستكون موجودة في الحكومة القادمة، وهذا التقدم يعود إلى تقريبا من خلال بعض التسريبات إلى أنه تمت الاستجابة مثلا إلى بعض شروط حزب التيار الديمقراطي في الانضمام الحكومة، أن المفاوضات متقدمة أيضا مع حركة الشعب، أن هناك كذلك طبعا حركة النهضة وكل هذه الطيف تقريبا مع التيار ومع حركة الشعب وأسئلة الكهرباء كلهم يرفضون تواجد حزب قلب تونس في الحكومة الجديدة، ولذلك تقريبا هذا الحزب مستثنى يبدو تقريبا من التشكيل الحكومية الجديدة. الآن المفاوضات تتقدم، وتقريبا خلال هذا الأسبوع من المنتظر أن يعلن عن التصور تقريبا بنسبة 80% للحكومة القادمة. هذا تقريبا التقدم مرده تقريبا أن حركة النهضة يبدو أنها ستقدم تنازلات لشركائها المحتملين في الحكم. بمعنى سيد بولبابا بعد إذنك، بمعنى تنازلات، هل حركة النهضة فعلا ستقوم بخطوات إلى الوراء خاصة في وزارات الداخلية والعدل؟ نعم، يعني كيف ستتفاعل؟ النهضة أخ محمد حريصة جدا على وجود حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في الحكومة. وهذا طبعا لأنها تقرأ جيدا نتائج الانتخابات، وهذين الحزبين تحصلا على مقاعد محترمة في البرلمان. بالإضافة إلى ذلك أن تواجدهما في الحكم أفضل بكثير من المعارضة. وهذين الحزبين هما نفسهما يعني يرغبان في المشاركة في الحكم وفق الضمانات. وكيف انت مثلا ذكرت يعني كيف مثلا ستتنازل النهضه؟
عن وزارتين سياديتين، صحيح يعني الوزارات السياديه في تونس كما تعرف ان هناك وزارتين الدفاع والخارجيه، تقريبا رئيس الدوله هو الذي يختار او يعني يقترح الاسماء التي سيتولاها، وهناك وزارتي العدل والداخليه والاصلاح الاداري التي يطالب بها حزب التيار الديمقراطي. يبدو ان حركه النهضه يعني ستوافق على منح التيار يعني حقيبتين وزاريتين من هذين من هاتين الثلاث وزارات التي طلب بها، وهذه الموافقه او هذا تقريبا يسمى يعني تنازل، لان يعني في حقيقه ايضا حركه النهضه لا ننسى انها لا تريد ان تكون تخرج خريطه الوفاق من كل المناصب الوزاريه السياديه، بالتالي ستمنح التيار تقريبا على ما يقال معنا حقيبتي العدل والاصلاح الاداري او الداخليه، يعني العدل والداخليه واحد منهم، وبالتالي هنا اتصور ان حزب التيار الديمقراطي سيقبل بذلك، وبالتالي يعني صحيح ان في المطالب يمكن ان تطالب بالكثير، ولكن طبعا في المفاوضات لا يمكن ان تحصل على كل شيء، وحتى هذا الحزب يعني عندما يقترح ذلك ليس لغنائم حزبيه، وانما انا حتى من خلال محادثاتي مع بعض الفاعلين فيه هم يقولون بانهم يطالبون بذلك من اجل تنفيذ برامجهم في مكافحه الفساد، لانهم رفعوا شعار مكافحه الفساد في كل الحملات الانتخابيه. هم يرون ان هذه الوزارات حساسه وقويه ويمكن من خلالها مكافحه افه الفساد التي تنخر اجهزه الدوله والبلاد. من ناحيه اخرى محمد، ان تقدم المفاوضات يعني دخول التيار الديمقراطي سيتبعه آلية دخول حركة الشعب إلى الحكم بحكم التنسيق الموجود بين الحزبين اللذان يتشابهان يعني في الكثير من النقاط، وهذين الحزبين أيضا تقريبا لهما علاقة جيدة جدا بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي التقاه تقريبا السيد حبيب الجملي يعني مرتين أو ثلاث مرات في الفترة الأخيرة، وتصريح السيد حسين عباسي الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤشرات إيجابية، وقال بأن رئيس الحكومة الآن يعمل ويجب أن يعني نصبر. طيب أستاذ بولبابا بعد إذنك سيد بولبابا، في نقطة مهمة جدا وشطت الاتحاد العام التونسي للشغل، وأختم معك في هذه النقطة التي فعلا يعني مسألة الاتحاد العام التونسي للشغل وهذه المنظمة النقابية هي مسألة مفصلية في صناعة مشهد سياسي في تونس. مؤخرا شاهدنا تصريحات وتصريحات مضادة في قيادات للاتحاد العام التونسي للشغل، وشاهدنا اجتماعا شعبيا كبيرا في مدينة صفاقس يعني ويعتبر معقل الاتحاد العام التونسي للشغل هناك، رفعت فيه شعار ضد أطراف سياسية يعني ضد حركة النهضة، ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ضد الحكومة، يعني هناك تهديد بشتاء ساخن. ألا ترى بأن هذه أجواء لا تجعل من الاتحاد العام التونسي للشغل ممكن يكون جديرا بأن يكون شريكا في سلم اجتماعي في المرحلة القادمة؟ شكرا على سؤالك محمد. الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك فاعل، ربما انزعجت قياده الاتحاد من تصريحات معناها ائتلاف الكرامه اساسا وليس حركه النهضه، وبالتالي التصريح وما حصل في صفاقس اخ محمد ان بعض المنتسبين يعني الاتحاد العام التونسي للشغل وهي اساسا يعني شعارات سياسيه رفعتها بعض الاحزاب اليساريه الصغيره التي فشلت في الانتخابات الاخيره، وهذه الاحزاب اليساريه والشيوعيه دائما تتغط يعني تلبس او تحتمي بالاتحاد العام التونسي للشغل لتقريبا لمواجهه خصومها الايديولوجيين او حتى يعني للاحتماء هنا وتصعيد الموقف. ولكن التصريح الاخير للسيد نور الدين طبوبي الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل يعني يوم السبت الفارق قال فيه يعني بوضوح بانه التقى رئيس الحكومه المكلف وانه وجد انه يعني تقريبا يتقدم في المفاوضات ولديه تصور وهو يشجعه على ذلك، وقال يجب ان نصبر عليه. اذا فبالتالي كان تصريح فيه موجه ايجابيه، يعني انا كتبت حتى هذا يوم السبت مساء بعد تصريح الطبوب مباشره، وتقريبا يعني هذه المساله انا اتصور وجود يعني السيد حبيب الجملي نفسه يعلم جيدا أنه لا يمكن أن يبني حكومة مستقرة دون الارتكاز على نتائج صندوق الانتخابات التي أفرزت رغبة التونسيين في التغيير من خلال التصويت لأحزاب الصف الثوري
اللي هي احزاب النهضه والتيار والحركه الشعب وائتلاف الكرامه اساسا، ولا يمكن ان تستقر هذه الحكومه بدون شراكه فاعله مع الاتحاد عن سوشيال الشغل واتحاد الصناعه والتجاره، ولذلك حتى لقاءه يعني كان مع اتحاد الصناعه والتجاره فيه بادره ايجابيه. اذا فبالتالي التقدم المشاورات حول تشكيل الحكومه طبعا سيخضع في جانب منه الى ربما الى طبعا بعض المحاصصه الحزبيه، وهذا امر طبيعي لان الاحزاب هي التي انتصرت وهي التي سيكون هناك ائتلاف حكومي ربما رباعي في هذا الاطار، وبعض بقيت يعني بعض التفاصيل حول بعض الوزارات السياديه هناك، لان هناك من يطرح مثلا مساله تحييد وزاره السياده مثل ما طلبت بذلك، هو اقترح ذلك ودعمته في ذلك حركه النهضه، لكن لا يبدو ان الامر سيكون كذلك، لان من المفروض ان الاحزاب يعني التي تم او التي انتصرت يجب ان تحكم، والتكنوقراط او الوزراء المحايدون هذه كذبه كبرى في عالم السياسه، لان الاحزاب الوزير السياسي هو الذي يسير الوزاره، هو الذي يضع يعني منهج العمل في كل وزاره، وبالتالي هو الذي يوجه، بينما التكنوقراط او الكفاءات هي التي تطبق هي اداه تنفيذيه على كل الواقع. اشكرك استاذ بولبابا سالم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا لك. شكرا لك. إلى ليبيا والمؤتمر برلين، وكالعادة يتم ترحيل وتهجير الأزمة الليبية من الأراضي الليبية من طرابلس، من بنغازي، من برقة، من طبرق، وتذهب إلى عواصم العالم المتفرقة خاصة في أوروبا، من باريس إلى باليرمو ولندن، والآن نجد أنفسنا في برلين لمتابعة آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية. ولكن من برلين، كيف يحل الأزمة وتحل هذه المشاكل الليبية ولكن في برلين؟ أسئلة فعلا يعني مربكة عند متابعة الحالة الليبية، لماذا تحل الأزمة الليبية بأيادي غير ليبية وبعقل غير ليبي، ولماذا يستباح الشأن الليبي حتى الجميع يتدخل فيه؟ أم هو في آخر الأمر الأزمة الليبية أزمة إقليمية ولا يمكن حلها ليبيا فقط؟ الحديث في هذا الموضوع والعقبات التي تعترض مؤتمر برلين، معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسين خطاب الصحفي الليبي. أستاذ ياسين أهلا بك. طيب إلى حين التواصل مع الأستاذ ياسين خطاب، نذكر بأن قبل مؤتمر برلين سبقته مؤتمرات سنة في هذه السنة والسنة الماضية في باليرمو الإيطالي وفي باريس في فرنسا، وقبله عدة جولات من المفاوضات بين المفرقاء الليبيين، كان أبرزها عقد اتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، وقبله كانت هناك مفاوضات أيضا وجولات للحوار في تونس، في الجزائر، في القاهرة، في الإمارات، في أبوظبي، وأيضا في بعض الدول الأوروبية كفيينا وجنيف، ولكن لم تسفر كل هذه جولات المفاوضات عن إيقاف نزيف الدم الليبي الذي ينتهك يوميا بفعل الصراع المسلح بين ما يعرف بعملية الكرامة وقائد هذا العالم عملية خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، هذه الحكومة التي انبثقت بعد مؤتمر الصخيرات 2015 في ديسمبر 2015 تحديدا. في هذه الأثناء وفي نفس السياق الذي تشهده سيولة الحالة الليبية، كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة وخاصة في الأسبوع الأخير عن تواجد روسي عسكري في ليبيا مع في صفوف التعامل والمساعدة المقدمة لوجستيا وأيضا عسكريا لقوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر، ووجهت حكومة الوفاق اتهاما مباشرا لروسيا بأنها سبب من أسباب التوتر الحالة الليبية. خليفة حفتر والناطق باسم خليفة حفتر لم ينكر وجود عسكريين أجانب أو حتى بعض الآليات الروسية مع القوات الكرامة، ولكن قال من أجل الدعم والمساعدة، من أجل تفكيك الألغام والمساعدة، من أجل إنجاز بعض الأعمال والمهام العسكرية ذات التكنولوجيات العالية، ولكن هذا لم يقنع كل المتابعين وخاصة حكومة الوفاق التي تعتبر بأن هذا تدخل مباشر لروسيا عسكريا في الشأن الليبي، وأيضا وجود أسلحة
لروسيا في مناطق التي يسيطر عليها خليفة حافظ أكبر دليل على هذا الاتهام الذي واجهته حكومة الوفاق الوطني. ومعنا عبر الهاتف ليس ياسين خطاب ولكن الدكتور نزار كريكش الباحث والمحلل السياسي. دكتور نزار أهلا بك. دكتور نزار أهلا بك. أهلا بك. إذن مؤتمر برلين وواضح إلى حد الآن بأن هناك بعض العثرات أمام عقد هذا المؤتمر خاصة في تقريب وجهات نظر بعض الفرقاء، إلى ماذا يعود؟ هل هناك فعلا رغبة للذهاب إلى برلين أم هناك أطراف بدأت تراجع حساباتها؟ هو أظن أن ما يحدث في برلين هو نتاج لفشل الحملة العسكرية على طرابلس، الكل بدأ يراجع حساباته، لكن طبعا فيه من يحاول أن يغري الجميع باستمرار العنف واستمرار الصراع في ليبيا على اعتبار أنه بالإمكان الحسم، فالكل يقدم رجل ويؤخر رجل، هذه حسابات طبيعية قبل أي تفاوض. لكن أظن أن القناعة موجودة الآن بأن إشكالية الحسم العسكري ستولد إشكاليات صعبة على كافة الدول بما فيها الدول الداعمة لطرف حفتر مثل فرنسا أو الإمارات، لأن التدخل الروسي يعني يبدو أنه أزعج الطرف الغربي، لأن هذا التدخل يعني يشير إلى تحول استراتيجي لا يرغب به أحد. فأظن أن الآن بعض الحسابات في تفاصيل، مثلا هل يقام المؤتمر يعني الآن؟ مصر تدفع بأن يكون حزمة القضايا التي تناقش داخل المؤتمر هي حزمة اقتصادية وأمنية، على اعتبار أن الإشكال في ليبيا الإشكال توزيع الثروة، وهذا غير صحيح لا تاريخيا ولا معرفيا. تركيا تريد الأخيرة حتى يحدث إجماع حقيقي داخل المؤتمر، لا تريد المؤتمر أن يفشل. ألمانيا كذلك تريد حالة من الإجماع يمكن البناء عليه، ولا تريد مجرد الحضور لبعض الأطراف ويحدث تنازع داخل الاجتماع ولا يدخل ولا تخرج لا يخرج المؤتمر ببيان مجمع عليه. أمريكا طبعا الآن تدفع دفع كبير جدا لإبعاد روسيا عن الساحة لساحة شمال أفريقيا، فكل طرف يعني عنده حساباته، والكل يسعى لأن يكون هذا المؤتمر نقلة حقيقية تدفع له يعني إما فاتورة الحرب مثل مصر والإمارات، وإما فاتورة سياسية تضمن مصالحه مثل أمريكا وبريطانيا. طيب ونحن نتحدث عن التدخل الروسي، وأنت أوزعت ذلك إلى عملية التأخر والعثرات الموجودة في عقد هذا المؤتمر، ولكن أيضا هذا التدخل الروسي يخيف أيضا حكومة الوفاق الوطني، خاصة عندما نعرف وأصبحت الآن من كلاسيكيات أي تدخل عسكري روسي في منطقة خارج الحدود الروسية، من غروزني إلى جزيرة القرم إلى جورجيا ثم إلى سوريا، يعني الأرض المحروقة. يعني دخول روسيا على الخط عسكريا يعني نحن الآن سننتظر مدن ليبية مدمرة على الآخر، هذا أيضا نقوص خطر للفرقاء الليبيين حتى مهما كانت الخلافات أن يجتمعوا على كلمة واحدة لإنقاذ ليبيا، ليس فقط من حفتر بل من يقف وراء حفتر، وهنا نتحدث عن روسيا. نعم وهذا يعني صحيح، لكن فيه إشكال واحد اللي هو الجغرافيا، الجغرافيا ستلعب دورها، لأن يعني منطقة شمال أفريقيا كما نعرف هي منطقة يعني ضمن استراتيجيات حلف الناتو، يعني يصعب الدخول فيها، يعني من بعد الحرب العالمية الثانية كان الاتفاق أن روسيا تبتعد عن هذه المنطقة، لذلك وجدنا ردة فعل أمريكا ردة فعل كبير في هذا المسألة، فأظن أن هناك حسابات أكبر، وتكرار السيناريو السوري مش مستبعد ولكن ضعيف جدا في الحالة الليبية، إلا إذا كان أحسنت روسيا الحرب الهجين، يعني استعملت كل مواردها الإعلامية والعسكرية في تكوين شبكات داخل ليبيا، وهذا طبعا يحتاج إلى رد فعل قوية من الولايات المتحدة والدول الداعمة لحكومة الوفاق. أشكرك دكتور نزار كريكش الباحث والكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. إلى الجزائر، الانتخابات بعد 20 يوما تقريبا 12 من ديسمبر المقبل، انتخابات الرئاسية بخمسة مرشحين وكلهم يعتبرهم الشارع مرشحو السلطة، خمسة مرشحين اثنان منهم كان رؤساء وزراء واثنان كانوا من الوزراء وواحد فقط وزعيم لحزب سياسي أو رئيس حزب سياسي، حملة انتخابية رئاسية تقريبا كل المتابعين أجمعوا على أنها غير مقبولة من الشارع،
ولكن الأمر الواقع يقول بأن هذه الانتخابات ستجرى بأمر من السلطة. هذا ملفنا الرئيسي اليوم في محطات مغاربية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. المتعلقة بمجزرة استخدام السلاح الكيماوي الحوار أبعاد لا تنتهي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية إلى الجزائر. انتخابات رئاسية المقبلة في 12 من ديسمبر القادم. هذه الانتخابات تجرى في ظروف لم تهيئ لها كما يرى الحراك كل شروط النجاح، من الشفافية، من هيئة مستقلة للانتخابات، من مرشحين يعبرون فعلا عن صدى الحراك الذي يستمر الآن إلى قرابة العشرة أشهر. إذن ماذا يقع في الجزائر، وهل فعلا هذه الانتخابات هي انتخابات أمر الواقع أو انتخابات بأمر السلطة؟ نتابع هذا التقرير ثم نعود للحوار. أثار الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر معارضة شديدة من قبل الحراك المستمر منذ فبراير شباط الماضي، إذ يواجه المرشحون الخمسة في حملة الرئاسيات هذه مقاطعة شعبية واسعة. ويرى العديد من المتابعين أن استمرار المظاهرات المضادة للانتخابات الرئاسية تعبر عن رفض قطاع واسع من الجزائريين لخارطة الطريق التي تريد السلطة تطبيقها. ويرفض المتظاهرون الذين يخرجون كل جمعة من 40 أسبوعا إجراء انتخابات بحجة أنها لن تكون منصفة، لا سيما أن المرشحين هم من رموز النظام، وهؤلاء هم رئيساء الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون، والوزيران السابقان عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن جرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد. وقد رفع المتظاهرون في المسيرات الأخيرة فيها شعارات أبرزها لا للانتخابات لا للعصابات، ولا للانتخابات مع العصابات. وينظر الجيش الجزائري إلى الانتخابات الرئاسية على أنها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك بعد نحو 6 أشهر على استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في الأثناء يذهب العديد من المحللين إلى اعتبار هذه الانتخابات عامل محفز لتوجيه خطاب الحراك نحو بدائل سياسية أعمق ومتقدمة، كالمطالبة بدستور جديد وإعادة تشكيل النظام السياسي، خاصة وأن لهجته تجاه قيادة الجيش المتمثلة في قائد الأركان أحمد قايد صالح أصبحت أكثر حدية، وتدعو لتحييد المؤسسة العسكرية نهائيا عن القرار السياسي المدني. للحديث في هذا الموضوع وآخر تطورات الساحة الجزائرية نرحب بضيفنا الأستاذ محمد بشوش، الكاتب والباحث والمحلل السياسي والإعلامي كذلك. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. إذن يعني احنا سمينا هذه الفقرة وهذا الملف أنه انتخابات بأمر الواقع. صحيح. وانتخابات بأمر السلطة، ولكن لا زال إلى الآن الحراك في الشارع يرفض كل المسار. هل ممكن مع الحديث مؤخرا في الأيام الأخيرة عن جهد بعض الأطراف من أجل إيجاد تقاطعات، هل ورد هذه التقاطعات؟ شكرا للحراك والسلطة. شكرا على الدعوة أستاذ محمد. نحن في انتهى الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، بعض المراقبين كان ينتظر كيف سيتفاعل الشعب مع الحملة الانتخابية، كيف سيكون سلوك المنتخبين أيضا. هناك كتلة كانت صامتة ولا نعرف رأيها. بالنظر لما حدث في الأسبوع الأول يبدو أن الجميع متأهب، يعني حتى من اقتنعوا بالترشح هذا الخماسي متأهبون في كل خرجاتهم. هناك تشديدات أمنية كبيرة جدا، هناك اختيار
لقاعات صغيرة مقارنة بالحملات الانتخابية التي تستعرض فيها شعبية المترشحين، قاعات صغيرة حتى يتم تأمينها بشكل كبير، خطابات تقريبا سطحية إلى حد الآن للمترشحين في الأسبوع الأول. يبدو أنهم في جس نبض الشارع وجدوا صعوبة في الحديث عن الانتخابات بشكل سلس، بل تقريبا 6-7 أيام الأولى محاولة تبرير لماذا ترشحوا. أنا سمعت كل المرشحين كل واحد فيهم يمد سبب، قال أنا ترشحت لأنه هو الحل الوحيد، أنا ترشحت لأنه هناك أزمة، وبالتالي جهد لإقناع لا يبدو أنه أتى بثماره. من ناحية الحراك مستمر، الجمعة الأخيرة الجمعة الأربعون كانت يعني في أكثر من 30 ولاية، الشعب يرفض ليس الانتخابات كمبدأ ولكن هذه الظروف التي تجرى فيها، رسائل مباشرة للمرشحين بأن عودوا إلى بيوتكم، بأنكم حتى وإن مضيتم إلى 12 ديسمبر فأنتم لا تمثلون على الأقل الجزء الذي من يخرج. سلوك السلطة الفعلية، وهذا هو الذي خلينا نشوف مسار الأيام القادمة، سلوك السلطة الفعلية اللي هي السلطة المؤسسة العسكرية، سلوك أمني بامتياز، اعتقالات كثيرة يعني حتى وصلت الاعتقالات إلى مدونين، يعني حتى مش ليسوا ممن خرج بشكل أو اعتقل وهو في الشارع، هناك تأجيل لمحاكمات الذين اعتقلوا قبل إعلان المسار الانتخابي حتى لا يتم الإفراج عن بعضهم قبل الانتخابات، وهناك أحدهم اعتقل معك يعني في سيارتك صديق سمير بالعربي كان اعتقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشهرين، كذلك هو وكريم طابو ومجاهد أخضر برقعة لم يتم الفصل في ملفاتهم وأجلت. هناك قبضة أمنية من السلطة الفعلية تريد بأي وسيلة أن تمرر أو أن تصل إلى صبيحة يوم 12 ديسمبر. الشارع انتقل من حراك الجمعة والثلاثاء إلى بعض المسيرات الليلية، انتقل إلى مسيرات في الولايات التي يذهب إليها المترشحون، صار هناك تأهب حتى في عداء الثلاثاء والجمعة، كل ولاية عندما يقدم أي مرشح دون استثناء المرشحين الخمسة فيتداعى الشباب، قال المرشح الفلاني سينزل في القاعة، يذهبون على الأقل لثنيه على الترويج للانتخابات، يقابلون بطوق أمني والمترشح يقضي فترة قصيرة. هذه الأجواء لو كانت تحدث من دون حراك، يعني لو كان أخذ الله بوتفليقة إلى الدار الآخرة أو رحل بوتفليقة من دون حراك ويحدث كل هذا السيناريو، لقيل أنه أمر طبيعي، لديك مؤسسة عسكرية متعودة على ترتيب المسار السياسي هي مستمرة فيه، لكن أن يكون هذا المشهد نتيجة 9 أشهر و10 أشهر حراك، فهذا هو الإشكال، لأنه سمعنا صيحات أو سمعنا حتى بعض من كانوا مع الحراك يقولون بأنه خلاص مدام الجيش دعا إلى انتخابات ولم يدعو إلى أمر آخر فالمفروض أن الجميع يساند هذه الانتخابات وننتخب رئيس ثم نؤجل المطالب إلى بعد ما يأتي الرئيس، وكان المطالب هي مطالب اجتماعية. بالتالي في تقديري المشكل الأساس أننا أمام إرادتين، شعب خرج أسقط بوتفليقة يريد أن يصل إلى مرحلة يحترم فيها الصوت ويكون المترشح الناجح ويعبر عن إرادة شعبية، هذه إرادة من يخرج في الحراك. إرادة السلطة في تقديري كل سلوك السلطة الفعلية الآن تبين بأن معطى الحراك لا يدخل ضمن المعطيات التي تؤثر على قراراتها. لو كان معطى الحراك، لو كانت المؤسسة العسكرية مؤمنة فعلا بأن الحراك هو من حررها من بوتفليقة وهو من حررها من العصابة، هذا المصطلح الذي يستعمل، لكانت قرارات الاعتقالات وقرارات الطوق الأمني لا يمكن أن يجرؤ على القيام بها مدام يستند إلى الحراك. ثم لو كان الحراك هو المنطلق لما وجدنا اليوم مترشحين يعني يخافون أصلا من السير في الشارع والحديث مع المواطنين، وبالتالي للأسف هناك مش عارف يمكن نقوله حالة غريبة لدى المؤسسة العسكرية، وهي وكأنها تريد أن تمحي معطى الحراك من كل الإجراءات القادمة. بالنسبة لهم ذهب بوتفليقة،
العصابة في السجن، وبالتالي لا يجب أن يتدخل المواطن في تسيير العملية، خاصة وأننا كمؤسسة عسكرية نريد الذهاب إلى الصندوق، وبالتالي لا أعتقد أن الأيام القادمة ستكون سلسة، خاصة إذا ما اقترب يوم 12، لأن المواطن سيقول لك أنا 9 أشهر بعدين. هو أنت أمام هذا التأطير للحالة الجزائرية، تقريبا أنت حسمت في أن يمكن أن تكون هناك تقاطعات بين السلطة والحراك، يعني تقريبا المسألة حسمت وانتهى وهناك إرادتان كما تحدثت أستاذ محمد، ولكن الشارع الآن لا يعتبر أن العصابة انتهت أو العصابة هي في طور يعني القضاء عليه، بل هو يعتبر حتى من الشعارات المرفوعة لا للانتخابات مع العصابات، يعني لم تعد عصابة أصبحت عصابات، والآن يعني الشارع يعتبر أنه السلطة إن لم حتى يسميها أو يذكرها ولكنه يعتبرها جزء من منظومة العصابة في الجزائر، هو وهذا نذير للا أزمة حقيقية مخيف بطبيعة الحال. هو في الجزء أنه لا يمكن أن تكون هناك تقاطعات، الذي حسم الأمر هي المؤسسة العسكرية، هي شرعت في ترتيب الانتخابات قبل انتهاء الحوار وقبل انتهاء مخرجاته، فعندك مؤسسة ترفض الحوار الحقيقي، وبالتالي كيف يمكن أن تصل إلى تقاطع مع هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للمواطن، هو يعتقد بأنه قضية العصابات بالنسبة له درجة وعي في تقديري فاقت درجة الوعي التي يريد أن يقف عندها صناع القرار. هم يريدون ربط العصابة بقضية الفساد المالي وتحويله إلى رصيد سياسي حتى يؤطروا العملية، وفساد مالي منطقة يعني لأشخاص معينين كانوا في دائرة السعيد بوتفليقة، بينما المواطن بالنسبة له على الأقل قراءتي الشخصية، أنا مصطلح العصابة هي من يسطو على رأيه، من يسطو على صوته. المواطن تفطن إلى أنه عندك سلطة مؤسسة عسكرية تريد أن تبقي على حق اختيار الرئيس وتسيير الشأن السياسي ملك لها، حكر عليها مع بعض التوليفات. أنا قلت أن النظام استفاد ربما من مما حدث في 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 الإقليم العربي، استفاد من قضية يمكن أن يبقي على سلطته، لكن ينتقل من قضية الهيمنة إلى الوصاية، ويريد أن يبقي على شكليات صناديق اقتراع، لكن من يصل كمترشحين يصل بعد تصفية، من ينتخب في الفترة القادمة بعد تصفية. قد يكون الأمر هذا غريب، أنا في تقديري أن كل هذا التشنج يخدم رؤية المؤسسة العسكرية، لأنها لا تريد المغامرة حتى في انتقاء الخمس مرشحين، كل التطويقات كل الشدة في التعامل من أجل الإبقاء على نسبة مشاركة بسيطة جداً، لأن أعتقد أن المؤسسة تراهن على شخص أو اثنين، فحتى احتمال أن يلجأ الحراك إلى خطة باء ويقول سأنتقي مثلا واحد من الخمسة وسأعمل عقد معه اجتماعي أو سياسي قبل يوم 12 ثم ننتخبه ونحاسبه، حتى هذا تقريبا يريدون أن يتفادوه بنسبة 100%، لأنه إذا كانت نسبة المشاركة في حدود 20 أو 25 فهذا أمر متحكم به. أي مصداقية الانتخابات نسبة مشاركة 25%؟ يعني والله هم شوف أي مصداقية بأي منظور، لأنه بالنسبة لهم كانوا يعينون الرئيس ثم يحطوا النسبة التي يعني مقبولة بالنسبة لمن يحكم في الجزائر، يريد أنه بعد الانتخابات الأخيرة كان تقريبا 43%، يعني والله الأرقام الرسمية، لكن الأرقام التي أقل بذلك بكثير، لا ما تحدثوا على 13 على 15%، فأنا أتوقع أنه بعد 12 إذا تمت الانتخابات سيتحدث أنصار السلطة الفعلية بأنه حتى إذا كانت 20% فإنها في وقت بوتفليقة كانت أقل من ذلك، وأن هذا الأمر أمر جيد، وبالتالي كاين رهان عند السلطة أن تتجنب الفراغ في منصب الرئيس، ثم بعد 12 ديسمبر الأمر ميسر لها، لأنه الآن تمرير قانون المحروقات، تمرير قوانين اقتصادية يعني طويلة المدى بخصوص التوظيف، بخصوص فتح ورشات كبيرة، وكأنه خلاص مش عارف إذا يسموها دولة عميقة واستابليشمنت في الجزائر، يعني لكن بالنسبة كان الأمور تسير والقاطرة لا هي على تسير السكة، والأمور الاستراتيجية محسومة، كل ما له علاقة بالطاقة، كل ما له علاقة بالسياسة الخارجية،
بما كل ما له علاقة بالأمن والعلاقات مع بعض الدول، لأنه يدخل في إطار السياسة الخارجية، كله مضبوط تقريبا، والحكومة حتى هذه حكومة الأخوين بوتفليقة يعني تسير في فلك المؤسسة العسكرية ومرتبين أمورهم، وكأن الرئيس القادم سيعطى له ملف أو اثنين يتكفل بهم، ربما الشغل أو مش عارف الضغط المباشر للأزمة الاقتصادية. هذا هو منظورهم، لكن منظور الشارع اليوم كيف يمكن أن تقنع الجزائري بأنه 10 أشهر من الحراك ثم بعد ذلك عليه أن يختار واحد من الخمسة هذا؟ يعني صعب. يعني أنا سمعت تعليقات تدل على درجة وعي كبير، يقول لك أنا لو كنت أعرف أن هذه هي نتيجة الحراك فحاجة من اثنين، يا إما الشعب فعلا شعب لا يفقه شيء يخرج 10 أشهر بعد ذلك يترك الحكم لهؤلاء، إما أن من بيده القرار لا يرى من يخرجون في الشارع، وعندهم حجة في هذه لأنه الغلق الإعلامي اللي موجود، حتى أنه في بعض الكتابات الغربية تتحدث على أنه ربما أحمد قايد صالح لا يرى إلا ما يريد له المحيطون به، يرى النشرة الرئيسية، بعض المجموعات تسانده وتساند الانتخابات، ولا يرى هذه الألاف وعشرات الألاف التي تخرج، يرى مقاطع من حملات المترشحين وهم يتحدثون عن كل شيء إلا عن علاقة السياسي بالعسكري، لا يوجد أي مترشح، والكل يعرف أن مشكلتنا في الجزائر هي كيف نضبط العلاقة، التوازن. لا أحد يتحدث على أن المشكلة هي في عدم وجود سلطة سياسية حقيقية للرئيس، لا 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 أحد يتحدث عن شيء غريب، أنت في مرحلة حملة انتخابية. صحيح. وفي النشرات الرئيسية الجزء الأول يعطى للخرجات الميدانية لقائد الأركان ويتحدث في الأمر السياسي، فأنت المشهد وكأن من ترشح قبل به. هو احنا يعني المتابع تقريبا، ونتحدث عن المتابع الجزائري المحلي، أصبح الآن يلجأ إلى القنوات ووسائل الإعلام أجنبية لمتابعة الشأن الداخلي الجزائري، وكأن الطفرة حصلت لأيام، وفعلا حصلت لأيام في الجزائر على مستوى الإعلام، يعني تم وأدها في وهي لا زالت جنين. نذهب إلى مسألة أخرى أيضا في غاية من الأهمية، عندما نرى الشعارات المرفوعة في الشارع في الأسابيع الأخيرة، كانت في أول أمر على استحياء توجيه خطاب مباشر إلى المؤسسة العسكرية وقائد الأركان أحمد قايد صالح، الأسابيع الأخيرة لا، أصبح الخطاب مباشر إلى أحمد قايد صالح، واعتبار أن أحمد قايد صالح جزء من الأزمة وهو جزء من المنظومة. أمام عناد السلطة، أمام حدية شعارات الشارع، إلى أين نحن سائرون؟ طبعا هذا السؤال يطرح بحدة، ويقال ما هو وبهواجس أيضا، وما هو البديل عند 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 الحراك يعني و19 ويخرج، ماذا سيفعل إذا كانت انتخابات أمر واقع؟ هذا الجواب عليه يتعلق أو مرتبط بالمنظور، يعني هناك من جزء ربما ممن في السلطة وحتى من السياسيين كان ينظر إلى أن الحراك منتهاه هو الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لما نعمل انتخابات رئاسية أكيد أن جزء كبير من المواطنين سيسلم بالأمر الواقع ويقول لك ندع الرئيس يعمل ثم نرى. لكن في تقديري إرهاصات الأيام الأولى للحملة الانتخابية تؤكد بأن الحراك الذي سيكون بعد 12 قد يكون في تقديري أكبر من الحراك اللي هو الآن، لأنه عندنا جزء من المواطنين، هذا طبيعي في كل الشعوب، يعني هم يعني تعافية كما نقول بالمصطلح الجزائري، لا يريد الصدام، يريد بقاء الأمور بشكل عادي. لكن بعد 12 ديسمبر عندما يفرض رئيس، من إذا فرض واحد من الخمسة هادو بأي طريقة يفرض، سنكون أمام التحديات الحقيقية الاقتصادية والسياسية وقضية الحريات، آنذاك سيكون لمن هو الآن صامت رأي آخر، يقول لك فعلا الناس اللي كانت في الحراك عندهم الحق، لأنه في النهاية الرئيس هذا لن يستطيع ولن يغير شيء، التغيير حتى على مستوى الحريات، لأنه كان شيء صعب في فترة بوتفليقة، كانت قبضة ذكية لأنه كان الرجل يمسك بكل شيء. أفتح قوس معك هنا، يعني تقريبا في فترة بوتفليقة لم يكن معروفا عن الجزائر اعتقال الصحفيين والإعلاميين، يعني كان يعني حالات نادرة جدا في تقريبا 20 سنة لحكم بوتفليقة. الآن أصبح الوضع مختلف تماما، يعني الآن نتحدث عن يعني عدد كبير من الإعلاميين والنشطاء،
وفي تهم يعني هي جنائية ولكن ذات خلفية سياسية، اعتقالات حصلت في فترة بوتفليقة أو حتى في فترة العشرية كانت ذات خلفية لها علاقة بالإرهاب والمواجهة مع المؤسسة الأمنية والعسكرية، الآن لا، نا واضح أنه اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير. طبعا شوف، فترة بوتفليقة هذا بوتفليقة كما قال عليه بن شيكو وهو أعتقد الصحفي الوحيد أو أحد أهم الصحفيين الذي اعتقل، واعتقالات نادرة، اعتقل في فترة رئيس بوتفليقة في سنتين سجن لكن بتهمة مغلفة، تهمة غير جنائية، وكان يقول بأن بوتفليقة هو البهتان أو الخديعة. بوتفليقة كانت له أدوات كثيرة، متحكم، كان المؤسسة العسكرية معه متحكم، لا يوجد من يهدد منصبه، وبالتالي دع الناس تتكلم. لكن اليوم أحمد قايد صالح يريد أن يسكت الجميع حتى يصل 12-12، يريد أن يعتقد الجميع بأنه لا يوجد معارض لهذه المؤسسة، لأننا سننتقل بعد 12 ديسمبر إلى شرعية جديدة، وهي أن العسكر أسس للديمقراطية وبالتالي يجب أن تعطى له مكانة في منظومة الحكم القادمة. كمية الاعتقالات أو عدد الاعتقالات والطريقة التي يعتقل بها أصحاب الرأي تمد مؤشرة على هشاشة، لأنه لما تشوف الأسماء التي تعتقل خاصة في البداية هي الأسماء التي كان لها نفس طويل، تعرف أن سمير بالعربي وكريم طابو والمجموعة كانوا يخرجوا منذ العهد الرابعة لبوتفليقة، نعم. وبالتالي في البداية استهدفوا أصحاب النفس لودينامو، اللي يقول لك أنا مستحيل هذا 5 سنوات لم يتوقف على مقارعة بوتفليقة، لن يتوقف في هذه الأشهر، فبدأوا بهم. بعد ذلك ظهرت فئات شابة جديدة اليوم يعني عندها حماسة، تقول لك أنا مش معقول، يعني أنت أخذت بعض الرموز لكن لن يتم وأد الحراك، لكنهم لا يبالون. بالنسبة له لو أتيحت له عملية يعني غلق الفيسبوك كان غلق الموضوع. الآن كل القنوات الرسمية وحتى القنوات الخاصة تعليمات مباشرة بعدم تغطية الحراك. قبل أن أدخل إليك كان في خبر سنتأكد منه، هو أنه كان عندنا استثناء، وهذا كان حتى في وقت بوتفليقة، عندنا القناة الناطقة بالفرنسية الإذاعية لاشين تخوا كانت دائما أجرأ من القنوات العربية، لأنه حتى النظام يتعامل بمنطقة أنه في نخبة وموجهة للغرب ولبعض المسؤولين والسفراء، فغطوا الحراك في حتى في جمعته الأخيرة، استدعي الطاقم الذي غطى هذا الحراك وعنف تعنيفا كبيرا بين قوسين أمنيا، يعني حول لماذا تغطون ويجب أن تعودوا إلى نفس السلوك الصحفيين الآخرين. يعني هناك غلق تام يريد أحمد قايد صالح، وأنا لا أقول أحمد قايد صالح لأنه حتى في وقت بوتفليقة كنا نقول بوتفليقة بعد ذلك ذهب وبقي النظام، الآن النظام يريد أن يستعمل صورة أحمد قايد يعني صالح. نحن ما زلنا في ما يسمى بالعلبة السوداء. طبعا العلبة السوداء هذه لن تفتح، لماذا؟ لأنه هي الزمر لها تقاطعات، والآن بعد ما مرروا قانون المحروقات وقانون المالية وبعد ما بدأوا بنسج علاقات جديدة، لا أعتقد أنهم سيتركون السلطة على الأقل في جزء تفاوضي منها، لأنه نعود إلى نقطة البداية التي أهدرت. كنا قبل إسقاط بوتفليقة كانت معارضة تدعو إلى انتقال ديمقراطي متفاوض عليه وفق مراحل يرافقه الجيش، هو ضرب كل هذا عرض الحائط كما جاء في تصريحات يعني قيادة حمص وقيادة حتى الأحزاب التي شاركت في التجويلية في اجتماع استجويل اجتماع عين بنيان. بالمختصر أنا لما نحلل خارج الصندوق أجد بأن سلوك المؤسسة العسكرية هو كالتالي، كان موجود بوتفليقة كانوا على اتفاق معه، بعد ذلك كانت زمرة من تبع البوتفليقة أرادت إسقاط القايد صالح ومجموعته، هو أخذ من أراد أن يسقطه والمجموعة المحيطة به والمساندة له إلى السجن وسمها عصابة، وهي فعلا عصابة، ثم يرتب رئيس قادم. يعني لما تشوف الأحداث نفس الميكانيزمات، يعني لما تشوف الأحداث يمكن أن تسرد الأحداث والإجراءات دون إدخال معطى الحراك، يعني هم يتصرفون هكذا. لما تسمع قايد صالح يقول لك أنا أخذت السعيد والمجموعة لما هو التوفيق، بتهمة هي الرسمية، هي التآمر على سلطة الجيش. العصابة الحالية هي مشكل اقتصادي، قال سرقوا أموال راحوا. المعطيات تقول بأن عندك مؤسسة عسكرية كانت على اتفاق مع رئيس، بعد ذلك هذا الرئيس مريض، ثم هم رأوا بأن هناك عصابة، هناك مجموعة لا يمكن التوافق معها كما مع بوتفليقة،
يؤدون دور جديد في ترتيب رئيس قادم وفي تقدير ما يعطي ربما جانب الصحة. فيما أقول هو أن عبد العزيز بوتفليقة غير مذكور في كل مسار التغيير هذا عند المؤسسة العسكرية، لم يذكر لا في قضايا الفساد السياسي ولا في قضايا الفساد المالي، وكأنه قايد صالح ومن معه باق على العهد الذي كان بينهم وبين بوتفليقة، كنا أبقيناك على الحكم بعد ذلك أنت تعبت يلا برا. المجموعة التي أرادت أن تنسج رئيسا جديدا دون التوافق معنا، منها من ذهب للبليدة ومنها من ذهب للحراش، الآن نحن نرتب المرحلة القادمة، تعالوا أقنع الحراك بأن المؤسسة يعني تشوف وترى هاتي. وكأنه هو نفس العقل الذي يدير منذ وصول يعني الهواري بومدين، وانا نتحدث اصول او مسك المؤسسه العسكريه الجيش الجزائري بالسلطه، تقريبا نفس السيناريو تتكرر او على الاقل هيكليه السيناريو تتكرر ولكن تختلف في التفاصيل والاحداث. نذهب الى مساله ونختم بها، يعني تحدثت انت عن خطابات المرشحين، خطابات قلت بان خطابات باهته ولا مضامين فيها وخطابات عناوين فضفاضه عامه. لنفرض أن هؤلاء سيذهبون إلى مناظرة، وكان حديث من ممكن تحدث مناظرة، يعني بأي شيء أو بأي مضمون سيذهبون للمناظرة، وكيف سيتعامل الشعب الجزائري الشارع الحراك مع مرشحين العديد منهم؟ يعني أنا أتابع صفحات الفيسبوك وأيضا بعض التعليقات على خطابات أو بعض التجمعات الشعبية، يعتبرون بينهم دوما في أيدي السلطة، وفي الآخر ممكن باستثناءات علي بن فليس الذي أراد يعني يحدث اختراق، ولكن في آخر الأمر انخرط في هذه الموجة الانتخابية. كيف سيخاطبون الناس وكيف سيخاطبون مع بعض؟ هو فعلا هو يحملون تقريبا نفس المضامين، يعني نفس المضامين، وحتى هذه الصورة التي في الخلفية هي كانت صورة توقيع ميثاق الشرف، أول مرة يظهروا في خمسة حديث على ترتيب المناظرة. إن رتب النظام الحالي أو السلطة الحالية المناظرة فمشكلة، يعني راح يكون مشكل في الأسئلة التي تنتقى وتعطى لهذه المجموعة طرحهم. أنا يعني هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة حقيقية. بن فليس يقول حتى وإن وصلت رئيسا سأقول للحراك عليك أن تبقى في الشارع حتى تحاسب الرئيس، يعني مش منطق. إذا أنت مقتنع بالانتخابات الرئاسية ومقتنع بأن الشعب سيوصلك إلى السلطة، فالمفروض أنك تقول بأن يا شعب أنت طبقت أو مارست حقك في اختيار الرئيس، وبالتالي أعطيني مهلة باش نطبق البرنامج. بن فليس ضمنيا يقول احموني من المؤسسة العسكرية إن وصلت. تبون يتحدث وكأن بوتفليقة لا يزال موجودا، لما تصل إلى المؤسسة العسكرية وكان الموضوع لا يعنيه، لما تصل إلى السياسة الخارجية وعلاقة الجزائر بفرنسا المتداخلة الموضوع لا يعنيه، يتحدث في السكن وفي الأمور البسيطة. في مترشح يبدو جريء هذه الأيام وهو بن قرينة، ويعني يتحدث في من اللاهوت إلى الميتافيزيقا إلى البرنامج، يتحدث في كل شيء وعلى شيء وربما يتحدث حتى لا يقول شيء. بالضبط، ربما عنده ميزة أنه يجابه المواطنين. لكن السؤال المطروح، أنت إذا كنت تخرج للشارع وتجد من يرفضك وبالمقابل تقول يجب أن ترضى بالصندوق، هل يمكن يوم المناظرة أن نسمع أحد المرشحين ويقول بالفم المليان بأنها انتخابات أمر واقع، عاونوني نوصل للرئاسة ثم بعد ذلك نبعد الجيش عن العملية السياسية؟ على كل نحن في متابعة للتطورات، نتمنى أن تحصل على كل نحن أهم شيء، نتمنى أن تحمى الجزائر وتؤمن طبعاً من كل هزة اجتماعية ممكن لها تداعيات سيئة على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. هذا ما يهم في الجزائر حقيقة. أستاذ محمد بشوش الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا لك قبول الاستضافة. شكرا للزملاء في الأعداد والتنفيذ. لكم مشاهدينا الكرام الحسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.